مرحبا، نلتقي من جديد في موضوع آخر تمرين، هو موضوع لامتحان بكالوريا سابق 2013. تماشيا مع فكرة أحدكم هو إضافة يعني مزيدا من العلف، لن نتمنى مزيدا من السمنة في شهر يونيو، يعني هذا موضوع فيزياء الدورة العادية مسلك العلوم الفيزيائية 2013 كهرباء، بالضبط فقرة الكهرباء. يعني هدف هذا التمرين، إذا الفقرة كالتالي، يعني هذه يعني عبارة، وهذا يعني الفقرة ديال الكهرباء عبارة عن 3 فقرات. هدف هذا التمرين هي التحقق التجريبي من قيمة السعة سي لمكتف وتحديد معامل التحريض ال الوشيعة، وإلى دراسة تركيب تجريبي بسيط يمكن من استقبال موجة AM Completed Modulation تضمين الوسع. أولا الفقرة الأولى، دراسة ثنائي القطب RC خاضع لرتبة التوتر. سوف هذه الفقرة يعني الفقرة الأولى عبارة عن 3 فقرات. الفقرة الأولى هي دراسة ثنائي القطب RC. في المرحلة الأولى تم إنجاز التركيب التجريبي الممثل هنا في الشكل 1، والمكون من مكتف سعته السي، موصل أومي مقاومته 1 ميجا أوم، مولد قوته الكهرو محركة E، يعني غير معروف القوة الكهرو محركة، ومقاومته الداخلية مهملة. يعني ما معنى مقاومته الداخلية مهملة؟ بمعنى طونسيون، لو كانت مقاومته الداخلية غير مهملة لكان هنالك التمرين أصبح معقدا جدا بالنسبة لكم. لماذا؟ لأن عند الشحن في نهاية الشحن لن تكون سي تساوي E، لأن كاين اون شوت دو طونسيون كاين في نعم، لكن غير لانفيني. نعم أظن أنه سوف يكون، نعم لا مشكلة. يعني المهم أن المقاومة الداخلية للمكتف للمولد منعدمة. نعم سوف نرى ماذا سوف تعطيه العلاقات لنا. مولد قوته الكهرومحركة E ومقاومته الداخلية مهملة، ثم قاطع التيار K دي موضعين، موضع رقم 1 وموضع رقم 2. نشحن المكتف كليا. ما معناها كليا؟ بمعنى أن تم وضع قاطع التيار في موضع رقم 1 إلى أن أصبح التوتر أسي في نهاية الشحن مساويا لأ. هذا هو المعنى ديال كليا. ثم عند اللحظة تي تساوي صفر، يعني سوف نرجح قاطع التيار إلى الموضع رقم 2، بمعنى أنه في هذه اللحظة كم يساوي التي أرجحنا فيها قاطع التيار الى موضع رقم 2 كم يساوي او سي؟ فهو يساوي او، ويساوي هذه القيمه 2.5 فولت، لان هذا الشكل ديال او سي اثناء التفريغ. نعم سوف نقوم نرجح قاطع التيار الى الموضع رقم 2، نعاين بواسطه عده معلوماتيه ملائمه تغير التوتر او سي بين هذ المربطين، هنا بين مربطين المكتف، فنحصل على المنحنى الممثل في الشكل 2. اذا هذه هي القيمه ديال او، لأن في بداية التفريغ UC تساوي E لأنه تم شحنه كليا أثناء الشحن. نعم هذا فقط للإشارة. السؤال الأول، أثبت المعادلة التفاضل التي يحققها التوتر UC. إذا هناك 3 أسئلة سوف نجيب عليها. نبدأ بالسؤال الأول، أثبت المعادلة التفاضل التي يحققها التوتر UC عند وضع قطع التيار في الموضع رقم 2. نعم عند اغلاق قطع التيار ووضعه في الموضع رقم 2 على دارة التفريغ، يعني تصبح دارة التفريغ كما يلي: يو سي، لان نختار منحنى اعتباطيا لشدة التيار اي، مثلا اخترنا هذا المنحى ومنه سوف يكون منحى يو ار هكذا، لان احتراما للاصطلاح المستقبل ديال المقاومة، اذا يو ار غنمثلو هكا باش يكون معاكس، وأيضا إي أتى من هذه الجهة، إذا أو سي سوف يكون
في هذا المنحة احتراما للاصطلاح المستقبلي. إذا السي ماشي هذا هو المنحة، منحة معاكس احتراما للاصطلاح المستقبلي، لأن إي يدخل هنا لأن اخترنا اعتباطيا هكذا، إذا فهو يدخل هنا من هذا البوس نحو المكتف، إذا فأسي يجب أن نختاره في المنحة معاكس، وبالتالي نحصل على يو ار ماشي ناقص زائد أسي، لأن المنحة يعني الصحيح هو هكذا يو ار زائد أسي يساوي صفر. بتطبيق قانون جميع التوترات لدينا المعادلة يو ار زائد أسي يساوي صفر. نحن نبحث عن المعادلة التفاضل الذي يحققها أسي، إذا أسي سوف نضعه ونبحث عن يو ار بدلالة أسي. نعلم أن ولدينا R يساوي R في E، نعم، و E هي الديك سور دي تي، إذن R يساوي الديك سور دي تي، و Q هي سي أو سي، إذن R في الدي ديال سي أو سي على دي تي، سي تابتة تخرج من الاشتقاق فنحصل على يساوي R سي في دي أو سي سور دي تي، إذن نعوض R بهذا المقدار هنا فنحصل على المعادلة التفاضلية، إذن R C D C C D T plus U C يساوي صفر. هذه هي المعادلة التفاضلية أثناء التفريغ. نمر إلى السؤال الموالي والذي هو أوجد تعبير طو ليكون U C يساوي U max exponential ناقص T على طو حلا للمعادلة التفاضلية السابقة. نريد تعبير طو ليكون هذا حلا للمعادلة التفاضلية. نعم. إذا سوف نعوض الحل في المعادلة التفاضلية ونجد التعبير طو. إذا UC يساوي UM UMAX exponential ناقص تي على طو هو الحل ديال هذه المعادلة التفاضلية، وهو حل ديال هذه المعادلة. ولدينا إذا المشتقة ديالو غنحسبو حتى المشتقة ديالو، إذا دي UC سور دي تي هي المشتقة ديال هذا المقدار، المشتقة ديال UMAX، UMAX غتبقى لأنها ثابتة. المشتقة ديال اكسبونونسيال ناقص تي على طو هي غندير المشتقة ديال بحال عندي اف دو جي دو تي، اذا غندير جي بريم دو تي بعدا جي بريم المشتقة ديال هادشي بالنسبة للتي هي ناقص واحد على طو، ثم المشتقة ديال اكسبونونسيال هي اكسبونونسيال ديال جي دو تي اللي هي ناقص تي على طو. اذا اي ام والمشتقة ديال هادي كاملة هي ناقص واحد على طول في اكسبونسيال ناقص واحد ناقص تي على طول. بالتعويض في المعادلة التفاضلية نحصل على نعوض كلا من اسي ومشتقته في المعادلة التفاضلية، فنحصل على من اسي هي هذه، المشتقة هي هذه، اي نعمل بكل من لان المشتقة ديالو هي هذه، اذا نضربها في ار سي ونعوضها ها هي، واسي هي هذه، اذا نعمل ب U M و exponential فنحصل على U M exponential العامل اللي هي المقدار يساوي صفر. إيه هذه غير منعدمة، لماذا؟ لأن U M غير منعدم، لأن الحل على شكل دالة أسية، إذا كان هذاك منعدم فهي حل منعدم يعني، و U M هي E، هي E ما يمكنش نشحنه ب أو بتمويل توتر منعدم، يعني هذه غير منعدمة لأن إكسبونونسيال عند T يساوي زائد النهاية عادة غادي ينعدم، لأن ناقص زائد ناقص النهاية إكسبونونسيال ديال ناقص النهاية تما غادي ينعدم. أما إذا هذا غير منعدم، إذا هذا المقدار هو الذي يجب أن يكون منعدم، وهذا يستلزم إذا أن يكون هذا المقدار منعدم، وهذا يعطينا إذا نأتي بهذا إذا واحد يساوي إر سي على طو، بمعنى طو تساوي ار سي، لانه هذا يعطينا تعبير طو اللي هو ار في سي. نعم، ولدينا سي هي طو على ار، ومن خلال المنحنى سوف نحدد طو اولا مبيانيا،
طومي بيانيان، غنستعملو 0.37 في 2.5 باش تعطينا، إلا حسبناها 0.37 في هادي غتعطينا 0.9، 0.9 إلا درتيها تلقى تقريبا 1 ملي سكوند، إذا طوطو تساوي 1 ملي سكوند. باش نعم، إذا سوف نستعمل طو ميبيانيان، يعني لدينا باش نحدد طو، U دو تي تساوي طو هي U M إكسبونونسيال ناقص 1، لأن إلا عوضنا تي بطو غتعطينا إكسبونونسيال ناقص 1، يساوي 0.37 U M يساوي 0.37 في 2.5، لأن U M هي 2.5، يساوي 0.9 فولت. وميبيانيا، هذا يعطي ميبيانيا طو تساوي 1 ملي سكوند. ثم نستعمل هاد الطو و ار لتحديد السي، ومنه السي تساوي طو على ار تساوي 10 اس ناقص 3 على 10 اس 6 تساوي 10 اس ناقص 9 فاراد يساوي 1 نانو فاراد. نعم، ثم نمر الى الفقرة الثانية، دراسة التبديلات الحرة في دوائر ال سي متوالية. في مرحلة ثانية نعوض الموصل الأومي السابق بوشيعة، إذا في هذه المرحلة الثانية سوف نعوض ذلك الموصل الأومي الذي بوشيعة معامل تحريضها L ومقاومتها الداخلية R شكل 3 هكذا. بعد الشحن المكثف كليا، إذا نعيد شحن المكثف مرة من جديد عبر الموضع رقم 1، ثم نرجح قاطع التيار الى موضع رقم 2. اذا هنا المولد لم نغيره نفس المولد السابق، لان او ما غيرناش الرمز ديال او، ما سميناهش او بريم ولا هو شي حاجه اخرى، كان او يعني ذلك المولد السابق، يعني 2.5 فولت. يعني عند نهايه الشحن يصبح او سي ايضا يساوي 2.5 فولت. نعم، قاطع التيار ك، إذا عند تو تساوي صفر نرجح قطع التيار الى ك الى موضع رقم 2، نعاين تغيرات الشحنة كيو دي تي للمكتف. كيف يعني تجريبيا كيف نعاين الشحنة ديال المكتف كيو دي تي؟ نستعمل وسيط معلوماتي فنعاين التوتر يو سي، ومن خلال شكل يو سي نستعمل ذلك البرنامج الذي يصاحب الوسيط المعلوماتي فنمثل به كيو دو تي. هكذا تم تمثيل كيو دو تي واعطاؤها هنا، لان العلاقه بين يو سي وكيو هي فقط الضرب في التابلة سي، هي سعتها المكثف او القسم عليها، لان عندما نضرب يعني اذا كان مثلا هذا هو الشكل ديال يو سي دي، نعلم ان كيو هي سي يو سي. اذا كان هذا هو الشكل ديال يو سي مثلا وبغيت الشكل ديال كيو غنضربه في سي، كيف؟ إذا سوف أمدد فقط هذا الشكل يعني عموديا، لأن إذا ضربت دالة في ثابتة فإنني كأنني أجذب هذا الشكل من هذا الطرف العلوي وأجذبه من الطرف السفلي لأكبر الشكل عموديا، وهذا الدور لن يتغير، يعني دور كيو دو تي هو نفس دور يو سي دو تي. هذا فقط يعني رياضيات، يعني العلاقات الرياضية ديال الرياضيات فهي تتحدث عن نفسها، يعني فهمها مرات يمكننا من فهم جيد دون اللجوء إلى يعني إلى كثرة التمارين. فهم الرياضيات فهم جيد يعني يجنبنا من البحث عن قيام التمارين عدة لكي نفهم. نعم، إذا قلت يو سي دي تي وحصلنا عليها من خلال واسط معلوماتي مثلا هنا، وبضربها في التابيتا سي نحصل على الشكل ديال يو سي دي تي. بعبارة أخرى أن هذا هو الشكل ديال يو سي دي تي أيضا، ولكنه مصغر أو مكبر على حسب قيمة السي إذا كانت أكبر من 1 أو أصغر من 1. مهم في نهاية المطاف نفس كي دو تي و اس دو تي فهما نفس الشكل، يعني تغيرات الشحنة كي دو تي للمكتب بواسطة نفس العدة المعلوماتية فنحصل على المنحنى ممتل في الشكل 4 هنا.
أي نظام من الأنظمة الثلاثة للتذبذب يبينه الشكل أربعة؟ إذا الشكل ديال كيو دو تي هو نفس شكل أو سي دو تي، إذا فهو نظام شبه دوري. أثبت المعادلة التفاضل التي تحقق الشحنة كيو دو تي المكتف أثناء وضع قطع التيار في الموضع رقم جوج. إذا عند وضع قطع التيار في الموضع رقم جوج تحصل على الدارة التالية: مكتف وهو شيعة. إذا نختار منحا اعتباطيا لشدة التيار، ومن خلاله نمثل أو سي باحترام المستقبل ديال أو سي، وأيضا إي غياتي، إذا نحترم الاصطلاح مستقبل الوشيعة، فنمثل كلا من أو إل وأو سي، ثم نستعمل قانون إضافية التوترات أو إل زائد أو سي دورة يساوي صفر. إذا بتطبيق قانون تجميع التوترات لدينا أو إل زائد أو سي يساوي صفر، أي إر إي أو إل هي إر إي زائد إل دي سور دي تي، و او سي هي او سي غنخليها لان من بعد لان غنعوضها بدلاله كيو تساوي صفر، مع هاد اي شنو هي؟ هي دي كيو سير دي تي، و دي اي سير دي تي هي دي او سي تنان ديال كيو، المشتقه الثانيه ديال كيو بالنسبه للزمن، و او سي قلنا هي كيو على سي. اذا نعوض كلا من اي و دي اي سير دي تي و او سي في هاد المعادله، فنحصل على ال في نعم هذا المقدار ال في المشتقة الثانية ديال كيو زائد ار في المشتقة ديال كيو زائد كيو على سي يساوي صفر، نقسم على ال هنا اي، فنحصل على هذه المعادلة بالقسم على ال، هنا نحصل على ار على ال، وهنا واحد على ال في سي في كيو. وها هي المعادلة التفاضل التي تحققها الشحنة بالنسبة لهذه الدارة عند وضع قطع التيار في الموضع رقم جوج. مي بيانين، ثم السؤال الموالي اثبت يعني باعتبار ان شبه الدور تي يساوي الدور الخاص تي زيرو للمتذبذب ار ال سي، هنا الدار المتذبذبه يعني ار ال سي، اوجد قيمه المعامل ال. نعم، باعتبار ان تي زيرو من خلال الشكل هنا، اذا هذا هو تي زيرو من هنا حتى لهنا، وهو يساوي جوج مرات هاد القيمة 0.1، فهو يساوي 0.2 ملي سكوند. إذا الدور شبه الدور فهو يساوي 0.2 ملي سكوند، وهو يساوي أيضا الدور الخاص قيمة وتعبيره الذي تعبيره هو دو بي جدر ال سي. إذا ولدينا تي، إذا يساوي تي زيرو يساوي دو بي جدر ال سي، نرفع إلى أس اثنان فنحصل على تي أس اثنان يساوي 4 بي أس اثنان في ال سي، نبحث عن ال، إذا ال تساوي، ومنه ال تساوي تي أس 2 على 4 بي أس 2 في السي. نعم، إذا تطبيق عددي تي أس 2 هي 0.2 ملي سكوند، يعني داك الشيء علاش ضربنا في 10 أس ناقص 3 ودرنا الكل أس 2 4 بي أو كاري، 4 بي كاري في السي اللي هي هنا السي هي 1 نانو فاراد، يعني 10 أس ناقص 9 فاراد. إذا إلى عندنا هاد أربعة وهاد جوج، إذا هاد 10 أس ناقص واحد، هاد هنا تولي 10 أس ناقص أربعة، 10 أس ناقص أربعة الكل سنة هي 10 أس ناقص 9، 10 أس ناقص 9، إذا هاديك جوج أس 2 غتختزل من مع أربعة، بقى لنا هاد بي أس 2 هي 10، 10 في 10 أس ناقص 8 هي 10 في 10 أس ناقص 9 هي 10 أس ناقص 8، إذا 10 أس ناقص 8 على 10 أس ناقص 8 يقال واحد هنري. لأن بي أو كاري قال تقريبا 10 كما كتعرف. نعلم السؤال الموالي: احسب الطاقة المبادرة بمفعول جول في الدارة بين اللحظتين تي تساوي صفر و تي تساوي جوج طول. عند هذه اللحظة تي تساوي صفر، لاحظوا جيدا كي فهي قصوية، وكما نعلم عندما تكون كيو قصوية فإن أو سي أيضا تكون قصوية لأن لها نفس الشكل. ونعلم في الدرس أنه عندما تكون أو سي قصوية فإن إي تكون منعدمة. إذا في هذا التي تساوي صفر الطاقة توجد كلها عند المكتف، وأيضا عند جوج تي عفوا، إذا هذه هي تي، تي الأخرى هي هذه، إذا هذه هي جوج تي. عند هذه اللحظة كيو قصوية، بمعنى أو سي أيضا سوف تكون قصوية، ونعلم من خلال الدرس أن عندما تكون أو سي قصوية يكون إي منعدم. إذا ففي هذه اللحظة أيضا الطاقة توجد كلها عند المكتف،
نعم. إذن سوف نستعمل هذه المعلومات التي قلتها. نعلم أن كي دو تي و اي دو تي على طابع في الطور، يعني لأن الآخر هو المشتق ديال الثاني أو يتناسب مع المشتق ديال الآخر، يعني اي دو تي هي ديكسيو دو تي هي المشتقة يعني، وإذن فهناك طابع في الطور، يعني كتزيد بي على جوج بالنسبة للطور ديال الآخر فتحصل على الآخر، أي يعني عندما يكون هذا الأداء قصويا يكون الآخر منعدما والعكس صحيح، عندما يكون اي قصويا يكون كي منعدما. هذا هو المعنى ديالو. وكي مع اس سي في توافق في الطور، اي عندما يكونان قصويا يكون الآخر قصوي كأن بينهما فقط ضرب في تبيتا. إذا عندما تكون إحداهما قصوية تكون الأخرى منعدمة، شيء شفناه في الدرس بالنسبة لأس سي و إي دو تي، وهذا يعني بما أن كي هي ثابتة في أس سي فهما أيضا يمكن أن نتحدث عن نفس الشيء بالنسبة لكي دو تي و إي دو تي. إذا عند اللحظة تي واحد تساوي صفر لدينا الشحنة قصوية، إذا شدة التيار منعدمة، وبالتالي طاقة الدارة هي توجد كلها عند المكتف، وهي وتعبيرها واحد على جوج U واحد أو سي اتنان، أي بدلة كيو هي كيو واحد أو سي اتنان على السي. نعم، هذا هو التعبير ديال طاقة عند المكتف عند تي تساوي واحد، لأن الشحنة تساوي كيو واحد. وعند اللحظة تي جوج تساوي جوج تي لدينا الشحنة قصوية أيضا من خلال الشكل، الشحنة قصوية عند جوج تي، إذا فاي منعدم، وبالتالي الطاقة توجد كلها عند المكتف وعلى الشكل واحد على جوج كي أو سي اتنان على السي. والطاقة المبددة بين هاتين اللحظتين هو فرق هاتين هذين المقدارين أو جول، المبددة بفعل جول هي الفرق بين هاتين القيمتين أو جول. إذا هي أو واحد لأن هذه هي اللي هتكون كبيرة، واحد يعني في البداية الطاقة تكون كبيرة وتتناقص مع مرور الزمن، هذه هي اللي هتكون كبيرة. إذا يجب أن نقول إذا كان الموضوع هو نحن يعني الطاقة التي نستقبل التي يستقبلها العالم الخارجي يعني على شكل حرارة بانفعال جول، فإن يجب أن نعمل واحد ناقص جوج. أما إذا كان الطاقة التي تفقدها الدارة الموضوع هي الدارة فهي سالبة بالنسبة لها، أنا ذاك يمكن أن أقول أو جوج ناقص أو واحد، وبالتالي نحصل على إشارة سالبة. إذا سوف نقوم يساوي واحد على جوج كي جوج أو سي اتنان ناقص كي واحد أو سي اتنان الكل على السي، نعم عملنا بواحد على جوج والسي وتطبيق عددي. إذا هنا كي جوج سوف نعود إلى المنحنى باش نحدد كي جوج وكي واحد. إذا كي واحد ها هي جوج مرات جوج في يعني جوج فاصلة خمسة في 10^9. أما بالنسبة لهنا فهي جوج في 10^9. إذا كاينة جوج فاصلة خمسة وكاينة في 10^9 وكاينة جوج في 10^9، هادو هما القيم. جوج نعم جوج في 10^9 وجوج فاصلة خمسة في 10^9، ولكن ما تنساش الكل سي اتنان الكل سي اتنان. إذا هنا سي تساوي واحد نانو يعني 10^9. إذا التطبيق العددي يساوي ناقص واحد فاصلة، إذا لأننا نتحدث عن الطاقة بالنسبة للدارة فهي طاقة سالبة لأنها تفقدها. يعني ممكن ندير القيمة المطلقة إذا كنا نتحدث عن الطاقة بالنسبة التي يكتسبها العالم الخارجي لأن بالنسبة له فهي موجبة. إذا نمر إلى الفقرة الأخيرة. ننجز التركيب المبسط لجهاز استقبال موجة AM الممثل في الشكل الخامس هذا، والمكون من 3 أجزاء رئيسية، الجزء الأول الجزء الثاني والجزء الثالث. يتكون الجزء الأول من تجميع التوازي لوشيعة معامل تحريضها الواحد يساوي 1.1 ملي هنري ومقاومتها مهملة مع مكتف المدروس سابقا مع ذلك المكتف الذي قيمته هي 1 نانو فاراد. ما هو دور الجزء 3 في عملية إزالة التضمين؟ هذا الجزء الثالث دوره هي إزالة المركبة المستمرة كما تعلمون، بالإزالة المركبة المستمرة.
إذا دوره هي حذف المركبة المستمرة. ما قيمة تردد إفسار الموجة الهرتزية التي سيلتقطها هذا الجهاز المبسط؟ يعني هذا هو الجزء المخصص ديال الانتقاء، الاستقبال والانتقاء. إذا هو من يحدد تلك الموجة الكهرومغناطيسية التي سوف نستقبلها، والتي ترددها يكون مرتبطا بقيمتي كل من L1 و C. إذا تردد الموجة الملتقط من طرف الجهاز فهو يساوي 1 على الدور الخاص لهذه الدارة. إذا اف بي اف 0 نسميه 0 يساوي 1 على الدور الخاص لهذه الدارة لدي دو بي جدر L1 في سي. تطبيق عددي 1 على دو بي ال ال هي 1.1 ملي هنري، يعني 1.1 في 10^3، والسي هي 1 نانو فاراد، يعني 10^9. أما التطبيق العددي فنجد 151748 هرتز، أي بالكيلو هرتز هي 151.7 كيلو هرتز، وبالميجا هي 1.5 ميجا هرتز تقريبا. نعم، إذا هذه هي قيمة التردد الذي تستقبله هذه تستقبله هذا الجهاز. نحصل على كشف غلاف على الكشف الغلاف بجودة عالية باستعمال مكثف سعته سي جوج، يعني نتحدث عن كشف الغلاف في هذا الجزء. باستعمال مكثف سعته سي تساوي 4.7 نانو فاراد، وموصل أومي مقاومته إر جوج غير معروف. من بين الموصلات الأومية ذات المقاومة التالية، إذا موصل أومي مقاومته هي إحدى هاته القيم. وكشف الغلاف فهو قلنا بذو جودة عالية. حدد قيمة إر جوج الملائمة، أي من هذه القيم استعملت، لأن كشف غلاف كان جيدا، علما أن تردد الموجة الصوتية المضمنة هو اف اس يساوي 1 كيلو هرتز. كما تعلم شرط الحصول على كشف غلاف جيد هي أن تكون طو، والتي هي جداء كل من ار جوج والسي، أن يكون محصور ما بين تي اس والتي بي، أي بمعنى وهذا ار سي مع طو هي ار جوج في سي جوج. اذا والتي اس هي 1 على اف اس، والتي بي هي 1 على اف 0. اذا نحصل على ار سي محصور ما بين 1 على اف اس و 1 على اف 0، نضرب في 1 على سي جوج جميع الاطراف فنحصل على التيار ديال ار جوج. نعم هكذا. ثم تطبيق عددي، اذا اف 0 هي قلنا بالهرتز، هي هذه القيمه هذه بالهرتز. ثم سي جوج هي 4.47 نانو فاراد، اذا خاصة نضربها في 10^9. اذا هنا في هذا الشكل اف اس قلنا هي 1000 هرتز، والسي جوج هي نفس القيمة. اذا نؤطر ار جوج فنحصل فنجد قيمها بالتأطير ديالها بالأوم، ونحوله الى الكيلو أوم بالقسمة على 10^3. إذا 213 كيلو أوم و 1.4 كيلو أوم. أي من هذه القيم تنتمي إلى هذا المجال؟ إذا نشوفوا هنا راه هذه القيمة هكذا 0.1 لا تنتمي إلى هذا المجال، 1 كيلو أوم لا تنتمي إلى هذا المجال، 150 كيلو أوم هي القيمة التي تنتمي إلى هذا المجال، فهي القيمة المستعملة. إذا من ضمن المقاومات المستعملة هنا هي القيمة الملائمة هي 150 كيلو أوم. وأشكركم على حسن المتابعة، وإلى موضوع آخر أو على فين آخر بإذن الله. شكرا.